السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السابع من شهر إبريل، هاجس ترسخ في عقول الليبيين كيوم للحقد والانتقام والقتل. ينكل في هذا اليوم بالأصوات الشجاعة المطالبة بالحرية للوطن والمواطن، ويعدم فيه الطلاب شنقا ورميا بالرصاص، بل وسحلا في الميادين والساحات والجامعات. جريمتهم أنهم كانوا يعارضون ويواجهون أفكار نظام مستبد وطاغية على وتجبر في الأرض، ولجان ثورية لا يرقبون في مواطن إلا ولا ذمة. ما هي دلالات هذه الذكرى الأليمة؟ وهل الاحتفال الحزين بها كاف؟ أم أنه لا بد من استخلاص الدروس والعبر؟ عن جرائم السابع من إبريل وهذه الذكرى الأليمة سيكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج صوت الناس، والذي نستضيف فيه السيد حسين العلوي، عضو حراك طلبة السابع من إبريل. نرحب بك ضيفنا سيد حسين في بداية هذه الحلقة، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم وأهلا بالمستمعين والمشاهدين في هذه القناة العزيزة. اهلا بكم يا اخي. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله، حياك الله سيد حسين. يعني بدايه، انت كعضو في حراك طلبه السابع من ابريل، حدثنا عن هذا الحراك الذي حصل انذاك في ذلك الوقت. اولا، في هذه الذكرى العزيزه التي تمر علينا نحيي فيها الاصدقاء الشهداء، الشهيد عمر دبوب، والشهيد محمد بن سعود، والشهيد مصطفى النويري رئيس رابطة طلبة جامعة بني غازي، والشهيد صادق الشويهدي، والشهيد صادق الشلادي، والشهيد رشيد كعبار، والشهيد حافظ المدني، والفقيد أخونا وزميلنا في الجماعة السيد الطالب مختار جماعة الأحول. نسأل الله أن يتقبل الشهداء إن شاء الله. الحقيقة الطلبة هم الضمير الحي للشعب، وهم المعبر عن آلامه وآماله. الحقيقة ما حدث في 7 أبريل، طلبة ضحوا بأنفسهم في وجه الاستبداد في تلك المرحلة المبكرة، نعم، من عمر النظام الفاشي. نعم. أيوة. نعم. الحقيقة الطلبة تدعوا بصورة عفوية عندما نادوا بانتخاب ممثليهم في رابطة الطلبة في مدينة بني غازي، والدولة ما ينفعهاش ان هي يدخلوا لها ناس احرار في رابطة الطلبة. اذا كانت البداية سيد حسين بالمطالبة في يعني ان ينتخب الطلبة ممثلين لهم في الرابطة، رابطة الطلبة في الجامعة، هذا ما تقصد يعني؟ هذا هو بالضبط. نعم. فطبعا كان انذاك كان الاتحاد الاشتراكي موجود، اللي هو قبل تشكيل اللجان الثورية وقبل، فطبعا ما فيش نقابة أو اتحاد يتم في ليبيا إلا لا لازم يكون اللي هو تحت النظام المسيطر به، ولازم يكون ليها اللي هو طلبة يكونوا مستميلين به. فالحقيقة لما الطلبة كانوا طلبة صريعة واعية، وهي طبعا تبحث عن الحرية وتبحث عن الكرامة وتبحث عليه اللي هي تحرير، يعني تبحث عن الحرية باختصار. نعم. لهالشعب هذا. فهم لما بيشكلوا الاتحاد نتاعهم طبعا تدخلت السلطه وحاولت اللي هو ضربهم، ولكن لا عليهم، ودخلت قوه مركمه لجامعه بني غازي واعتدت على الطلبه. ايوه. نعم. واعتدت على الطلبه مما حدا بالطلبه ان هم يتكاتفوا طبعا ويدافعوا عن زملائهم، وبالتالي هذه الأحداث سمعوا بها الطلبة في جامعة طرابلس. فطبعا الطلبة
نفسهم استدعوا حتى هم كذلك وعملوا مظاهرات على اساس ان هم طالبوا باحترام الحرم الجامعي الحرم الجامعي واحترام استقلاليه الجامعه واحترام انتخاب ممثل الطلبه بطريقه ديمقراطيه. نعم. لكن طبعا النظام لا يريد يعني طبعا ربما لا يؤمن يعني بهذه الافكار وفكره التحرر وان يكون للطلبه كلمتهم يعني. بالضبط هذا هو هذه هي الحقيقه يعني. نعم. طبعا هذا نظام عسكري ونظام شمولي والحقيقه ان الطلبه مش اول مره ان هم يتظاهروا في سبيل الحريه وفي سبيل كرامته وفي سبيل اعلى شان الوطن يا اخي. طيب سيد حسين يعني دائماً حدثنا كيف تطورت الاحداث؟ كيف كانت المواجهه ربما مع النظام؟ الكل يعرف بان الحرم الجامعي هو يعني ربما مكان ربما لا تدخله الاجهزه الامنيه ويعني اللجان الثوريه ورجال النظام بهذا الشكل وان يقوموا بسحل الطلبه في الساحات وان يقوموا ايضا بتعليق مشانق الطلبه في داخل الجامعات، يعني حدثنا كيف تطورت هذه الاحداث؟ والله هي الحقيقه هي بدايات الاحداث كانت طبعا في بالنسبه لنا احنا طلبه جامعه طرابلس كانت الاحداث بدات في ساحه كليه الهندسه حيث تظاهر الطلاب وعملوا اضراب كبير وكان يعني ابطال هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه المظاهرات اللي هو جمال حميد وابراهيم قدوره وعبد الله بن عمران وعلي بن والجماعه هذم كلهم حقيقه هذم وتكاتفوا معهم الطلبه ولما طبعا في اليوم الاول واليوم الثاني كانت بسيطه وبعد هذه يعني كثره الطلبه وكثره المظاهرات اصبح لها زخم يعني اصبح لها زخم كبير وطبعا لولا حاصل في الجامعه وحاصل في المنطقه من بدايه الطريق من يعني تاريخ الفرنان كان كله محاصر وكانت يعني عربات البوليس تحمل العسكر وكان العسكر طيب. كلهم مسلحين ايوه نعم نعم سيد حسين سنواصل الحديث في هذه الأحداث التي شهدتها ربما جامعة طرابلس وأيضا جامعة بنغازي في 7 من أبريل ولكن نذكر السادة المشاهدين والمستمعين بأرقام هواتفنا للمشاركة الأرقام ستظهر تباعا على الشاشة ولمن يستمع إلينا عبر الراديو الأرقام هي 021-33-47-401 وأيضا 021-33-47-402 021-33-47-403 وعلى الرقم 021-33-47-404 أعود إليك سيد حسين يعني حوصرت جامعة طرابلس ويعني أغلقت الطرق المؤدية للجامعة ماذا فعلوا يعني هل قاموا باقتحام الحرم الجامعي كيف كانت تلك اللحظات والله الحقيقة يعني الحقيقة إن طبعا لما صارت هذه المظاهرات وكانت رد النظام قاسي وقوي كان معمر القذافي يقول يتكلم في الخطب بتاعه من ضمن ما قال يا أخوانا احنا نريد ثورة ثقافية تغسل مخكم أنا الديمقراطية في دمي إذا كان عدو الثورة هو الذي سيقود الطلبة يعني تبقوا انت وقطيع من الغنم. يقول انا قرات النشرات اللي كتبها الهلافيس هذه في الجامعه، هذا الانسان هو يقول هذا. يقول انا عارف نفسي على حقهم وصمم على تصفيه اعداء الثوره. ايوه. نعم. ايوه. نعم. صف لنا الشعارات، ما هي شعارات الطلبه في تلك المظاهرات؟ هو اول من رفع الشعار هو معمر هو ايوه اول من رفع شعار هو الطاغية جاء كان رئيس الدولة كان هو اللي يتوعد الطلبة ويهد بقطع وأيدي ورقاب الطلبة بمجرد أن لهم آراء ينشرونها في صحفهم يعبرون بانتماهم لوطنهم كان يتوعدهم دائما بالإعلام بقتل الطلبة
بإقامة المشانق بقطع أيديهم ورقابهم بالتصفية على علنا، كان هذا هو رد فعل النظام من طرفه هو. رغم أن أيوه نعم معاي نعم نعم أستمع إليك بشكل يعني جيد. كان يعني والحقيقة أن القائد هذا نفس تهديده فيما بعد أقام المشانق في الجامعات، في جامعة طرابلس أولا، أقام في جامعة بنغازي، وأول من قام يعني أو أول حكم سريع يحدث في تاريخ البلاد وبدأ تنفيذه بعد سنة الشهيد عمر المختار، كان هو تنفيذ الطالبين اللي هو عمر دبوب ومحمد بن سعود. نعم. عمر دبوب. فقط نتوقف عند هذا سيد حسين لأشرك السادة المتابعين، ابقى معي سنكمل الحديث في هذا الموضوع. استقبل اتصال من سليم من بنغازي. أهلا سليم. مرحبتين. مرحبا بك. شنو حالك؟ مرحبا بك سليم. نتحدث عن موضوع ذكرى 7 أبريل و ذكرى اعدام الطلبه في جامعه بنغازي وجامعه طرابلس كذلك. ذكر نحن نترحم على كل الشهداء. نعم. هذه اول حاجه. نحن تو رفتي نبنو الناس تحب الناس هذوما اللي كانوا نابلوا، الناس تو تكره فيهم، نحن نبغوهم يحبوهم. نبغوهم يقعدوا على الاذاعات ويجوا شوف دارنا معمر كل شيء، الناس تو تكره في السجين. تكره في سجن المسلمين، التو اللي بعد 19 مباراه يكره فيه يبغون يقطع على الاذاعه ويقول لك شو كان يدير الامام معمر وكل شيء. لان الناس تو تكره كل شيء، تكره كل حاجه في 19 مباراه. ليش؟ ليش يخلوا فيه يكرهوا فينا؟ نحن تعذبنا 42 سنه. ليش يخلوا فيه يكرهوا فينا الناس؟ لماذا في رأيك؟ لماذا؟ 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 لماذا الناس الآن يعني لا تحترم نضال السجين و تحبنا وتحب البلاد وتقعد تخدم من اجل البلاد، مش تقول للسجين بسنين يكرهك، تقول لرجل في 7 أبريل يكرهك. ليش؟ ما عادش يحبونا الناس، ما عادش يحبوا عيالنا. ليش يا ناس؟ نحن نبغوهم يحبونا ووروهم شنو دار سيدي القذافي. تو نحن مكروهين قاعدين في البلاد، بعد 19 فبراير كرهنا. ليش؟ الانسان عطاه ودار وضحى من اجل ليبيا. تو نحن مكروهين. طيب على الحب منظر كيف هذا اللي في التلفزيون يسمع الزملاء يقول لك تو الوقت اللي يديروا فيه اكثر من اللي دار معمر. يعني هم تو الوقت يخلوا عين معمر يشمتوا فينا. نعم. طيب وصل صوتك سليم من بنغازي. شكرا لك. وربما ليس ذنب الثورة أن تكون هذه نظرة البعض للمناضلين. أنتقل إلى صهيب من بنغازي. أهلا صهيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. صهيب أولا أهلا بك، وثانيا نتحدث في هذه الحلقة عن ذكرى 7 أبريل، كيف ترى هذه الذكرى؟ نعم، اولا حياك الله بارك الله فيك. والله شوف يا اخوي، هذه طبعا هذه المشاهد وهذه المجازر الذي قام بها الطاغوت القذافي، يعني سبحان الله الان يقوم بها الطاغوت الان المدعو المجرم تحفتر في مدينه بنغازي. ولكن ماذا نقول؟ نقول حسبي الله فقط. الحمد لله الله عز وجل انتقم منا، والحمد لله الان هو يعني بين يدين الله عز وجل. لكن اترحم على هؤلاء الشهداء، والله يعني يا سبحان الله الواحد يعني يرى في هذه المشاهد ثم بعد ذلك ياتوا ناس ويقول لك نحن كنا في عهد الطاغوت القذافي افضل. والله ولله الحمد اننا نحن اليوم افضل ب100 مره من عهد هذا الطاغيه هو والثمرة الفاسدة الذي معه. يعني يا سبحان الله، والآن سبحان الله التاريخ يعيد نفسه يا أخي الكريم. الآن ما يقوم به هذا العقيد المتقاعد المجرم هو والمافيا الذي معه، ويقول أننا لدينا جيش في بنغازي. وللأسف نرى الكثير من الطبالين للأسف في مدينة بنغازي، من أعيان مدينة بنغازي الطبالين الذين سبحان الله يعبدون المال. والله يعني نعم. سبحان الله صهيب هذين يعني صهيب. نعم يا اخي الكريم. نعم صهيب، من يتحجج اليوم ربما ويساند ذلك صاحب او فاقد الرتبه العسكريه
من يناصره اليوم يقولون بأنهم يريدون الأمن والأمان وأن يعيدوا ليبيا إلى ما قبل 17 من فبراير لبسط الأمن والأمان. هل ما نشاهده الآن إلى يعني في الجوار في الشاشة هنا، هل هذا هو فعلا الأمن والأمان الذي سيعيده حفتر لليبيا؟ والله والله شوف يا أخي الكريم، والله يعني أنا من 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 سكان مدينة بنغازي ولله الحمد، والله ما يقوم به هذا المجرم الهالك المتقاعد الأسير المهزوم في مدينة بنغازي، والله أفظع أفظع مما أنتم تسمعون به. حرق للبيوت، تخطف على الهوية، قتل الشيوخ وقتل أئمة، سبحان الله من يقول كلمة واحدة فقط على هذا الطاغوت حفتر، يعني الله أعلم ماذا يكون به، يعني يخطف ويذهب إلى سجون. نعم أخي صحيح، يعني هناك انتهاكات كثيرة لا تستطيع أن تعبر، يعني يا سبحان الله الآن من في مدينة بنغازي، يعني يعني بعض الشباب الذين يعني يعني نعم صحيح، يعني غير راضيين مع اللي ما يقوم به حتى يقوم بخطفهم، والله الله المستعان، والله الله المستعان. نعم. وبإذن الله بإذن الله ثوار بنغازي قادرين على الحسم والله. نعم صهيب، ربما صهيب يعني يعني يريد أن أقسم الوقت مع المشاركين وأيضا الضيوف، شكرا لك. وربما ما يقوله صهيب هو أن بدل 7 أبريل فقط في عهد القذافي أصبحت الآن 7 من كل شهر ربما في عهد المدعو حفتر في بنغازي. نسأل الله أن يفرج على أهلنا في بنغازي. أنتقل إلى شعبان من رجدالين. أهلا شعبان. أهلا أستاذ محمد، مرحبا بك شعبان. شعبان نتحدث اليوم عن ذكرى جريمة 7 أبريل، كيف ترى هذه الحادثة؟ والله يا أستاذ محمد ما كنتش معك هنا، يعني نعم كنت كن معك صادق، يعني صراحة طبعا الذكرى هذه كنا احنا طبعا في المدارس والله اعتقد احتفلوا بها، يعني ناخذ اهم حاجة انه يومك عطلة خلاص، يعني كنا نطلع في المدرسة بس والله نعم. يعني ما يحتفلوش الناس اللي ماتوا من شندة هذه، رغم ان انا قلت لك ك ك ك مؤيد مش مؤيد لنظام الصحه، لكن بصراحه يعني فكره مؤلمه على يعني الشعب الليبي كله، يعني اي واحد يعني مش انسان، شفت واحد معارض لك وساعدنا وقلت له يعني سواء كان النظام السابق ولا حتى في النظام بعد 13 فبراير، يعني ضد القتل وضد التهجير وضد الخطف وضد خطف الهويه والقتل على الهويه، بصراحه يعني يعني النظام السابق بصراحه كان من ناحيه فساد فساد فساد، اقول لك يعني ما نمجده لك نظام الفرد، في فساد وفي اخطاء كبرى على الشعب، دليل شعبه شو زي 42 سنه ما فيش حاجه يعني بنيه تحتيه من تعبان، مؤسسات الدوله ما فيش مؤسسات دوله بالكل، لكن بصراحه كنا احنا بصراحه نتفاجئ انه توقعنا يكون الافضل، لكن بصراحه يا استاذ محمد اسوء حاليا اسوء. نعم. في قتل، في اعدام، في تهجير، في سجون سرية، في عصابات، باش نخليك معك يعني نكون معك صادق هكذا، صادق محمد، معظم الناس اللي كانت موجودة في المهجر توا ورجعت في 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 في, في الأحداث هذه، أنا نقول لك توا، أنا بحسب وجهة نظري هيك، ورجع توا هم حاليا يحكموا توا في ليبيا، ويا ريت أستاذ محمد أن نبين حاجة للشعب يعني نعم تفيد بها الشعب، ما بنوش لا ما بركبوهاش مرموش حاجه توبة غاز جديد. نعم شعبان قدش كاخر انت 24 مسكره طبعا شعبان فكري والله يا استاذ محمد راجل مشلول نعم نجيب نص طرابلس شعبان نجيب نص طرابلس شعبان اريد ان اختم معك ربما بتساؤل يا شعبان لان الوقت يعني ضيق بعض الشيء واريد العوده لضيفي. يعني هناك من يقول بأن في عهد القذافي كانت يعني فعلا كان يستتب له الأمر، لماذا هذا القمع ولماذا هذا الظلم، بينما الآن في عهد ما بعد ثورة 17 من فبراير كثيرون هم الأعداء، بعض المناطق لا تدين بالولاء للدولة الليبية، بعض المناطق يعني تسيطر عليها ميليشيات مارقة، يعني هذا ما يجعل ربما الظلم ينتشر، هذه ربما حجة من يريد أن يدافع الآن، نحن لا ندافع عن الظلمة أيا كانوا. والله يا استاذ محمد نعم ما عرفتش شو بنقول لك، يعني كيف قبل كان في قبضه امنيه، في كانت قبضه امنيه وكانت كنا من الولاء اللي لواحد بس والولاء لربي سبحانه وتعالى، لكن شفت الشعب اللي مشتاق انه شعب مرافق مع احترامي للبعض يعني نعم نحترم نعم تو شفنا تو
الولاء تاع ديك القبيله ولا المنطقه تاع في تو في ليبيا هناك منطقه مدينه في ليبيا هي اللي تحكم في ليبيا وفي ميليشيات هي اللي تحكم في ليبيا اللي عندها ميليشيا يحكم ولهذا انا انت وصل صوتك ترحم الناس اللي ماتت قبل وصل صوتك نعم نسأل الله أن يتقبل شهداء ليبيا وصل صوتك شعبان من رجدالين أعود إلى ضيفي السيد حسين العلوي عضو حراك طلبة 7 من أبريل سيد حسين أهلا بك مجددا أهلا بكم نعم سيد حسين يعني كنا نتحدث عن الشعارات التي أطلقها الطلبة في تلك المظاهرات الطلبة اللي هم الطلبة الذين انتفضوا يعني في الجامعات سمحني أولا نبي نثني على البيان اليوم اللي صدر من حكومة الوفاق اللي هي بإحياء ذكرى 7 من أبريل الحقيقة احنا إن شاء الله نكون ندعو للوفاق وإن شاء الله ربي يهدي الجميع ويصلح البلاد والعباد ان شاء الله. نعم سيد حسين، نسال الله ان يلم شمل الليبيين جميعا على الحق وعلى على الطريق السواء. نعم، حدثنا الان عن الشعارات التي كانت ترفع. يعني هتافات الطلبه كانت جميله جدا، كانوا ينشدوا نشيد هذه الارض هي العرض لنا، هذه الارض هي العرض لنا، قد رويناها من دمائنا. لن نرضى أن نراها وطنا لعدانا أو سوانا أبدا أبدا. وكان طبعا في أهزيز حتى هي قالها من ضمنها اللي هي لوريت 7 أبريل يوم الساحة الطالب حسب يا ليبيا بجراحة. يعني في أناشيد كثيرة قالوها وفيه يعني أهزيز وهتافات تنادي بالحرية. كانت كلمة ليبيا ما مش موجودة على الإطلاق موجودة على الإسماع. طيب ما الذي أزعج النظام في هذه الشعارات سيد حسين؟ لماذا هذه شعارات تهتف بالأرض الليبية وبالولاء لله وللوطن؟ يعني لماذا ما الذي أزعج النظام حتى يرتكب هذه المجازر؟ هل يعني لا يريد مثل هذه الشعارات؟ لا يريد أن يكون ربما طلبة الجامعات لهم حس وطني وانتماء للوطن؟ النظام لا يرضى أن يكون له الكلمة الفصل في كل شيء. النظام يريد أن يكون الناس عبيد له لهم عبيد له فقط بس يأمر فيطاع وهو الإله، هو يعني بمنزلة الإله يعتبر نفسه. أنت لو تشاهد الإذاعات بتاعها أو تشاهد النشرات أو تشاهد الصحف أو تشاهد كل القنوات العلمية كلها عبارة عن تأليه للطاغية هذا ومن الصبح يعني صباح المساء هي تمجد فيها الديكتاتور وهذه اللي صنعوا منها هم هذا اللي صنعوا منها الاستبداد وصنعوا فطبعا الطلبه يبوا الحريه ويبوا الكرامه ويبوا هذه كلها لكن كانت طبعا القمع كان شديد جدا ان هم دي اللي هو يعني انا قلت لك من بدري ان يعني لم تحدث في تاريخ ليبيا يعني الحديث ان هي سرعه تنفيذ حكم الاعداد الا في الشهيد عمر المختار او الشهيد عمر الدبوب ومحمد بن سعود فلم يتم على اصدار الحكم 24 ساعه كان نطق الحكم حوالي الساعه 10 او الساعه 11 صباحا يعني طلعت من المحكمة من شارع السيدي في طرابلس السيارات مشت طول لبني غازي في ميدان الاتحاد الاشتراكي على طول أول ما وصلت السيارات كانت منصوبة المشانق وأعدم على طول على الفور يعني هذه يمثل وجهة نظر النظام في تنفيذ الأحكام على الطلبة يعني وبعدين دي المسلسل طيب. هذا نعم سيد حسين عصابات اللجان الثورية كونت ايوه نعم سيد حسين ربما سيكون حديثنا متواصل حول القيود التي كانت تحيط بكم في ايام دراساتكم وايضا حول العبره التي ناخذها من تلك المأساة ربما التي حدثت حينها ولكن بعد ان نخرج الى فاصل قصير ومن ثم نعود فابقوا معنا
لمن يشوه الثوار ويقول انهم ارهابيون. هؤلاء الثوار هم من حرس صندوق الانتخاب في بنغازي وفي غيرها من المدن. هل تعلمون والخطاب لليون ألا في بلدك عندما انتصر فرانكو في الحرب الأهلية منع الانتخابات 40 عاما. ثوارنا بعد 9 أشهر من انتصارهم حرسوا صندوق الانتخاب وقالوا للشعب الليبي انتخب من تشاء. أيها الشباب، هبوا لنجدة البلاد وأعراضكم ودمائكم، هبوا هبوا لنجدة البلاد واندفعوا إلى الجهاد، فإنكم لن تموتوا إلا بآجالكم. أهلا بكم من جديد. أعود إلى ضيفي السيد حسين العلوي، عضو حراك طلبة 7 نوفمبر، وربما أختم معك بهذا التساؤل. القيود التي كانت تحيط بكم أثناء دراساتكم، يعني في ذلك الجيل، ما هي هذه القيود وكيف يمكن أن نأخذ العبرة من تلك المأساة التي حصلت؟ يا أخي، القيود هذه استمرت طبعا ما بعد أكثر، يعني ما بعد أصبحنا مطاردين في وطننا. طبعا احنا سجلنا لمدة سنة، وبعدين طردنا من الجامعة، وبعدين طبعا أي أحداث تطرأ في البلاد ولو كانت في أقصى الشرق ولو كانت في أقصى الجنوب، كنا احنا على طول يقبض علينا ويوضعونا السجون او على الاقل اقامات جبريه. فكنا مطاردين طبعا، سحبت منا جوازات السفر وسحبت حقوقنا وقعدنا مضطهدين. رغم ان فيه يعني طبعا صارت حركات واحداث في البلاد زي حركه مايو وحركه المدرج الاخضر وحركات كثيره وحركه الضباط في الثورات وحركات كثيره معارضه. فكانت كل حركه معارضه كنا احنا واول من يتم القبض علينا. هذه ناحيه طبعا. كيف يمكن ان ناخذ العبر ربما من تلك الماساه؟ العبره ان احنا لن نستكين. بالذات انا نحب نوجه كلمه الان للطلبه ان هم ياخذوا درس من اللي حدث في بلادنا هذا، باعتبارهم هم الطليعه الواعيه وخاصه شباب الجامعات، ان هم يجب عليهم ان يبادروا زي ما هم 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 تطلعات للشعب، هم الناس اللي يعبروا على 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 اماله وعليه مستقبله، هم اللي ينادوا بحريته، هم باش ما عادش يخلوا الاستبداد يعود. يعني لا، يعني لا يمكن الرجوع لمنظومة سبتمبر الظالمة، لا يمكن الرجوع لمنظومة النظام السابق. هذه لازم يحطوها، ولازم ان هم يكتفوا من ممارسة حقوقهم وتكوين الروابط اللي نعم. شكرا لك ضيفي السيد حسين العلوي، عضو حراك طلبة 7 نوفمبر، ونحيي فيكم نضال الطلبة في تلك الأوقات، ونترحم على شهدائنا، ونسأل الله أن يلم شمل الليبيين في هذه الذكرى، وأن تكون عبرة لكل من ربما شاهد هذه الحلقة وتابع ربما بعض تفاصيل تلك الأحداث في ذلك الوقت. شكرا لك سيد حسين العلوي. أنتقل لاستقبال مشاركاتكم مشاهدين ومستمعين الكرام، ومعي زينب من طرابلس. أهلا زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. زينب، نتحدث عن ذكرى 7 نوفمبر، كيف تري هذه الذكرى؟ على شهداء 17 فبراير وشهداء فجر ليبيا، وأتمنى الشفاء للجرحى. نعم، نسأل الله أن يتقبل شهادة. طبعا أنا ما حضرتش الجيل بتاع 76 وسبعين والسنوات هذه،
لكن في السنوات اللي كنت فيها ندرس فكنا أسبوع اللي 7 أبريل كان يعطل فيه المدارس و... نعم. والطالب يتوقفوا على القراءة على التدريس وال... أخذ المنهج، والأسبوع كله يعتبروه كأنه متابة، يعتبر كل مدرسة كأنها متابة للجان دورية، ويزورونا طبعا اللجان الدورية ويفرضوا علينا محاضرات معينة داخل الفصول. فكان أسبوع كل الطلاب يهربوا منه، يعني الطلاب لو جاء 10 طلاب أو 15 طالب من الفصل كله لدرجة نجمعوا في الفصول بالأربع فصول 5 فصول في فصل واحد، لأن يحاول تغيير فكر الناس، يحاول أن يجمد صورته، يحاول أن يلغي الفكر يشوف عند الناس أنه هو يقتل وأنه يشنق، فيحاول يظهر أنه هو أفكاره. الإشكال يا زينب يا زينب، الإشكال هو يعني كانت مفضوحة هذه المحاولات، الفكر يمكن تغييره ربما بفكر آخر، ولكن ما سمي في ذلك الوقت بالفكر الأخضر وتلك المثابات وكل هذه الخرافات، يعني هل بالفعل كانت تنطلي على طلبة كانوا يعني كانوا يعني بكامل قواهم في ذلك الوقت وهم في ربما في مقتبل العمر يعني، لكن كانت تؤثر نتيجتها الآن بعد 42 سنة شفت الناس كيف ما عندهمش الإحساس بالوطن، نحى منا الانتماء للوطن، شعورك انك انت مواطن، انك انت انسان، انك انت مسلم، ما عادش تحس بالوطن العربي، لا تحس بالاسلام، لا تحس بال اكثر حاجه يقول لك القوميه العربيه، القوميه العربيه، ويلغي الاسلام، الغى الاسلام، الغى المدارس القرانيه، الغى المساجد، واللي بعد الصلاه تقفل للمساجد، كل هذه يرجع من الثوره التقليديه. فقط كانت تلك شعارات، واللي يصلي الفجر كان يعدم، مش حتى يسجن، يعدم. شكرا شكرا لك زينب من طرابلس، أعتذر لضيق الوقت، شكرا لك. أنتقل إلى عبد السلام من بنغازي. أهلا عبد السلام. نعم عبد السلام، عبد السلام من بنغازي، هل أنت في الاستماع؟ نعم نعم نطلع إن شاء الله. مرحبا عبد السلام، يعني نتحدث عن ذكرى 7 أبريل، كيف ترى هذه الذكرى وهذا التاريخ؟ هو تاريخ مؤلم صراحه، لك تعقيب على الاخ اللي من بغازي، لك نحن يا سيدي. طيب عبد السلام نتفق اولا ثم لك البراح، لا نريد ان نجرح للاخ المتصل من بغازي، اذا كان لديك تعقيب يعني في حدود الموضوع ولك المجال، تفضل. في حدود الموضوع يا سيدي. نعم لك المساحه كامله، تفضل. نحن اللي قال لك الاخ اللي قال لك يترحم على القذافي، نحن ابدا لن نترحم على القذافي، ما دار به من اجرام ومن قتل ومن تنكيل ومن سجون ومن تعذيب، هذا يعني الاجرام اللي دار القذافي يعني لا لا لا, لا يمكن نسيانه يبعد الذاكره، ولا يمكن ان نترحم على ايام كان صح سوى عايشين معاناه وعايشين بعض الازمات، لكن ابدا المنطقه الشرقيه ما ترحم على ايام القذافي يا سيدي ولا بنغازي. وبعدين لا 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 للاسف يعني للاسف للاسف انتم ماخذين فكره ان نحن نمجدوا في حفتر، حفتر ما مجدوش فيه يا اخي، واي خطا يعني يديرها فيها سكان، نحن يا اخي ايام القذافي كان يقتل يا سيدي وكان يشنق وكان يعذب، ولكن في الكتمان ما كانش، نحن يا سيدي احنا علينا لما جانا حفتر مع حفظ الالقاب جمع الجيش وناس التمت عليه، يا راجل احنا كنا نعاني، كنا نمشي في السيارات وكانت السيارات تنفجر قدامنا، نلقوا في راس بدون جثه، جثه بدون راس، يا اخي عايشين معاناه، تو الحمد لله في بنغازي، انتم حاطين يعني ملخصين كل القصه في حفتر. عبد السلام نحن عندنا جيش. عبد السلام يعني اولا لم افهم لماذا تقول انتم، ونحن هنا ربما صله ربما وصل بين راي اراء المواطنين واراء المسؤولين، ولكن تعقيبا على كلامك الضيف من بنغازي تكلم قال بعض الناس ولم يذكر الكل للأمانة، وتعقيبا أيضا على نقطة أنكم أن الآن يعني أمن وأمان وأن يعني كانت تنفجر أمامكم السيارات، ربما الآن تغلق أمامكم الطرقات وأحياء كاملة في بنغازي لازالت مغلقة يا عبد السلام، ما هو الحل يعني؟ أحياء كاملة مغلقة في بنغازي لا يستطيع أهلها أن يدخلها، وإذا دخلوها فهي دمار. يا سيدي الكريم تسمع فيها؟ نعم نعم تفضل.
يا سيدي كريم المناطق المغلقة، أنا عايش في بنغازي، أنا عايش في بنغازي، المناطق المغلقة هي اللي فيها الصراع وفيها القتال. ما نكذبش عليك، في القوارشة، في الهواري، حتى الهواري جزء منه كبير، في الصابري وفي سوق الحوت، هذه المناطق المغلقة أنا معك، لكن نحن لا نمجد في شخص، وأي خطأ يديره شخص نحن بدون القضاء. يا أخي ما نمجد في حد، نحن كنا عايشين معاناة، واللي يقول لك اللي يقول نعم عبد السلام أو والله يقول كلمة على الجيش، لا لما يصير خطأ ندعو عليه، أنا أقول لك لما أقول لك يوم بنغازي يصير خطأ ندعو عليه، لكن نحن صراحة جيش صرنا حلمنا، وإن نترحم على القذافي هذا شيء لا شيء مستحيل، أيام القذافي ظلم ومعاناة ونحن نستنكره، وأيام القذافي عذاب عشناه. نعم ونتحمله نحن، نتحمل في معاناة. شكرا لك عبد السلام من بغازي، وصل صوتك وأتحنا لك الوقت للتعبير عن رأيك. أنتقل إلى ضيفي في هذه الحلقة، ضيفي الآخر في هذه الحلقة سيد مصطفى نصر، وهو أحد سجناء السابع من إبريل. أولا أهلا بك سيد مصطفى. أهلا وسهلا. نعم أحييك وأحيي نضالكم في تلك الفترة، نضال الطلبة في تلك الفترة في السابع من إبريل، والذين ناضلوا منذ تلك الأوقات ضد نظام القذافي. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وآله. بعد أخي الأستاذ محمد. نعم. والإخوة المشاهدون جميعا في هذه القناة ولكل من يستمع إلينا في هذه اللحظات. نعم. أولا أريد أن أوصل رسالة واضحة لما كان يحدث في 7 أبريل، ثم أثني لماذا 7 أبريل. أما أولا فالحقيقة أول ما تم القبض على الطلبة في داخل سجون عنيفة الشكل وعنيفة المعنى، يدخل الطالب مكان أبيه في الزنزانة، مكان أخيه، يقبضون على أهلينا، يعني يوم 7 من أبريل يوم مظلم وعملية غريبة جدا جدا، والقبض على من؟ على طلبة الجامعات، على طلبة الثانويات. هذا أنا أقول في مدينة بنغازي لأني كنت في كلية الحقوق في تلك الفترة. وعندما بدأت الاعتقالات وجهنا بوحوش غريبين، منهم حسن إشكال، هذا كان يقول للطلبة، شوفوا جملة غريبة جدا استعملت في 76 في 7 أبريل، لا إله إلا الفاتح، لا رسول إلا معمر. تصور الصورة هذه، ويجب على كل طالب أن يعيدها، صورة غريبة جدا جدا كيف تحدث. من هذا الذي كان يردد لكم هذه العبارة؟ من هو سيد مصطفى؟ يجبر الطلب على إعادتها. من هو؟ ماذا يمثل؟ ما منصبه؟ ما هذا يعني من هو؟ حسن إشكال وعبد الله السنوسي هم اللي قادوا عملية الاعتقالات للطلبة في 7 أبريل، هذا 7 أبريل. نعم. اللي قال عليه الشاعر 7 أبريل نهار وليل في بركة ضرب وتنكيل، هو هذا ما كان يحدث أو جزء من الصورة. نعم. هذا 7 من أبريل، لماذا هو كان 7 من أبريل؟ الحقيقة يعني الطلبة في فبراير سنة 75 وليس حتى 76 أحدث إشكالية بخصوص التدريب العسكري العام، وخرج الطلبة ليقللوا من فترات التدريب العسكري العام في مظاهرات عارمة، عندما رفض الطاغية أن يقلل من هذا، ولذلك كانت شعاراتهم نعم للتدريب نعم للتعليم، كما أن التدريب واجب كذلك التعليم واجب، الرأي قبل شجاعة الشجعان، هكذا كانت شعارات هذه رفعت في مدينة بنغازي وفي جموع طلابية هائلة، وانتهت أن الطلبة رفضوا الدخول الأسابيع التي كانت تضر بالتعليم. بعد سنة 75 اللي هي في فبراير ومارس 75 وحدات طويلة وسجون ولكنها ليست طويلة، حدثت الحركة العسكرية وأنا أعتبرها جزء منها
في وعي لما حدث عند الطلبة اللي هي في شهر 8/75. نعم. سنة بداية 76 يناير 76 كما قال ضيفكم الأخ حسن في السابق. نعم. هذه كان الصراع حدث فعلا على مشكلة اتحاد الطلبة. دار انتخابات اتحاد الطلبة كل اللي فازوا في الانتخاب في سنة 76 كلهم من المعارضين من سنة 75. لذلك رفعوا النظام عن هذه النتائج وحاول يبطلها بكل الصور، ورفض الطلبة لأن يكون الناجحون هم الذين يمثلونهم. بدأ الصراع في يناير 75 76 وصراع طويل الحقيقة حوالي 14 يوم حتى أغلقت الجامعات وهكذا. لا نطيل في هذا. واستقلت الجامعة نسبيا ورفع يده هو لأنه كان مشغول في اعتقال الضباط وتعذيب الضباط ويعني حوالي نصف الجيش كان في السجون أو حقق معهم، هذا أكيد 100%. فبالتالي كان الطلبة في الأول غضة طرف عليهم قليلا. نعم. بقينا 4 شهور لكن بدأت معارضة حقيقية، صحف، مجلات، مجلة يناير، كان صحف حائطية. طيب. يعني وكانت توضح أن هناك ظلم وظلمات. نعم سيد مصطفى، بدأ شعر المثقفون بذلك. نعم سيد مصطفى ابقى معي، يعني سنواصل الحديث عن هذه الجريمة وربما الجلادين في ذلك الوقت، ولكن استقبل أم أحمد من غريان. أهلا أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أم أحمد، يعني نتحدث عن ذكرى 7 أبريل، تلك الجريمة البشعة التي ربما وصف ضيفاي تلك الجريمة وذلك المشهد، كيف ترين هذا؟ أكيد هي من جرائم الأكراه للقضية واللي تاريخ كلها جرائم يعني أسوأ من بعضها، ويعني كانت هي البداية للحق على التعليم في اللي ادها القذافي، يعني من الانتفاضة كانت الطلاب يعني أفت عين التعليم والمتعلمين في البلاد، فبدأ الشعواء ضد التعليم في البلاد، وبدأ يعني في التجنيد والعسكرية وما إلى ذلك مضاعف بدأ في كل مكان، وبدأت يعني نحى الإنجليزي وحارب التدريس وحارب الأمانة في الأسئلة ونشر الغش وما إلى ذلك. فالمعارض بعد فترة يعني حاول المتعلمين اللي بعد الإعدادي والتوجيه العسكري وما إلى ذلك، واختمها يعني سنوات بالمنهج السرفقوس لقضية على الأجيال العالية اللي معناها طلسة الإعدادي والثانوي وهي ما تعرفش أي معلومة، ما بشهدها معلومة في دماغها في العلوم أو في الرياضيات أو في يمكن في الرياضيات حاجة بسيطة، لكن في الكيمياء والفيزياء والأحياء ولا حاجة، وأنا طبعا مدرسة وعندي يعني خلفية اللي صاير بالنسبة للمنهج السنغافوري. فهي حرب، والثالثة أنا قاعد مستمر يعني تعليم الآن مستمر بالخطط نتاع القذافي لتدمير التعليم. طيب. مستمرين بها حتى الآن، معلش لو سمحت شوية في عجالة فقط لأن الوقت ضيق جدا يعني. لحظة. نعم. رسالتين لو سمحت لنوجههم، واحدة لفرانكس واحدة لبنغازي. بالنسبة لبنغازي اللي كانوا يتكلموا على حفظ وأنها الطرق وما إلى ذلك والتفجير، إذا كانوا بالتفجير مثلا السيارات على الأرض فالأحفار يفجر لهم في كل شيء من السماء، ما تركش يعني في بنغازي. إضافة إلى أن مهما كان يعني لو خذينا مثل بسيط، لو كان عندك خانب في خوشك أنت تدير أي خطة تقضي على الخانب هذا من غير ما تدمر بيت مرتفق بالنسبة لكل الموجودين فيه في الخارج، هذا طبعا يعني انه يفتح دماغاتهم شوية. بعدين بالنسبة هنا للمجلس الرئاسي اللي خرج، يعني لو كان يهمهم الأمن البلاد وحقن الدماء زي ما كان زي ما يعني الموقف نتاع المؤتمر الموقف نتاع الكتائب اللي هنايا، كان المفروض انه معناها يحاولوا يتواصلوا مع المؤتمر، والنقاط الخمسة هي المعروضة أن يوصلوا فيها الاتفاق إذا كان حد هدفهم حقن الدماء. وصلت انها تفهم. وبعدين لماذا وصلت الرساله حرب المجموعه اللي قاعد في المؤتمر؟ نعم ام محمد، يعني اعتذر لضيق الوقت، انتقل الى محمد من المرج. شكرا لك ام محمد. ام احمد عذرا. اهلا محمد من المرج، اهلا بك. حياك الله اخي. اخي نتحدث عن ذكرى 7 أبريل وفي عجاله رجاء. 17 فبراير. بارك الله فيك.
شك في ذلك ان تلك السنين الخشاف التي حدثت فيها اعمال اجراميه كنا في بؤس في عزله على المجتمع الخارجي والداخلي عندما ارتكبوا هذه الجرائم البشعه سواء من حركه البدايه الحضاريه لضابط الدكتاتوري من 69 كانت اللحظات الاولى نظام دموي اراقه الدماء ونفس الضباط في 75 الاعدامات وفي ال 84 المشانق في رمضان الله العزيز الناس كل ليله الله في الصيام كنا ما نفطر من كل منطقه مع بعض. بماذا تنصح الليبيين يا محمد الان؟ مسكين الوقت ضيق، بماذا تنصح الليبيين يا محمد؟ ننصح الليبيين ان يتكاتفوا وينظروا ان تحررنا من شيء مكان من سبع المستحيلات. نظام قمعي كافه الاجهزه القمعيه اثرت فينا وبطشونا ونكلونا شوى سمعتنا وتوفي من توفي وعذب من عذب. نعم. وفي بعض منهم تفقد حتى عقله في تقلب عقلي انا اسرتي انضرت بالكامل في المرج من اجهزه النظام السابق القذافي. ونتمنى ان الليبيين يخافوا الله ويستحجوا الله ويسكرونا لحدود النظام القمعي اللي شكلنا ارض كل العرب من مصر ومن المصائب اللي خربوا الوطن خربوا ليبيا. نتمنى ليبيا وحده من غرب جنوب شمال تكون في رجل واحد. نسال الله ان يلم شمل الليبيين يا محمد وشكرا لك وحياك الله. الوقت ضيق جدا، أعود إلى ضيفي السيد مصطفى نصر وهو أحد سجناء السابع من إبريل. سيد مصطفى كنت تتحدث ربما عن تسلسل الأحداث والوقت ضيق، الأهم الآن وما يريد أن يستمع إليه وأن يعني يستمع إليه من يتابعنا الآن، من هم الجلادون؟ من كان يقف وراء تلك الأحداث وما مصيرهم الآن؟ أين هم الآن في المشهد؟ في عجالة بسرعة. هو بداية 7 أبريل هي عملية ممنهجة قام فيها القذافي يوم 5 أبريل خطب في سلوك وقال سوف أذهب إلى الجامعات يعني بمعنى الاحتلال. يوم 6 أبريل كان عبد السلام جلود اللي هو الرجل الثاني كان يسموه هذاك الوقت داخل جامعة طرابلس وأول من أطلق النار هناك ودال وجمع الطلبة الثانوية وهاجم بهم الطلبة الآخرون. أما نحن في جامعة بنغازي عندما علمنا بهذا فأعلنا التوقف عن الدراسة وتركنا الجامعة لأنها كانت بعيدة شبه ماجورة. كنا نقتل جميعا، انتهى الوقت في اعتقالنا كاتحاد طلبة وهكذا. نعم. وبالتالي الجلادون واضحون جدا، هو بشكل رئيسي وكان هناك بعض من الطلبة اللي هم زي أحمد إبراهيم. نعم. زي عبد الرحمن زادنا زي يعني هؤلاء اشتركوا في شكرا. الحدث بشكل مباشر. شكرا لك. عمر السوداني مجموعة كبيرة هم كانوا، لكن للعلم ليعلم الناس. نعم سيد مصطفى انتهى الوقت. في ليبيا 5 مشانق في مدينة بنغازي 5 مشانق. نعم. باسم الطلبة أو باسم الحركة الطلابية. شكرا لك سيد. وواحدة بقى صاحبها لم ينفذ. سيد مصطفى نصر أحد سجناء السابع من إبريل، أعتذر لك عن ضيق الوقت ونحن نقدر الموقف الذي أنت فيه ونترحم على شهدائنا في تلك المرحلة من مراحل النضال في ليبيا. مشاهدينا ومستمعينا الكرام نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى لقاء آخر، دمتم في أمان الله.